طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية بعد زيارتها إلى اليمن، وزيرة الخارجية السويدية: لقد رأيت عواقب الحرب بنفسي. خوفا من انتشار كورونا، لاعبو كرة القدم يتوقفون عن مصافحة بعضهم. ومن أخبارنا المنوعة: دولة تخصص يوما للنساء الراغبات بخطبة الرجال. أهلا بكم. مفردة انتخابات لم يرد ذكرها خلال سنوات في عدن، وهو حال البلاد جميعها، فلأجل الحصول على أي حق يتم اللجوء إلى البندقية. المكفوفون فقط قرروا المطالبة بإجراء انتخابات وفقا لموقع عدن الغد. مكفوفو عدن يطالبون مكتب الشؤون الاجتماعية بإجراء انتخابات عاجلة لإدارة جديدة. طالب عدد من أعضاء جمعية المكفوفين بعدن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراء انتخابات الإدارة الجديدة للجمعية نظرا لانتهاء فترتها القانونية وعدم قدرتها على إدارة الجمعية وتحمل المسؤولية. كما أن الجمعية أصبحت متعثرة في تنفيذ الأنشطة والبرامج التأهيلية ومن دون استحقاقات مالية من صندوق المعاقين. وأضافوا: نطالب الشؤون الاجتماعية بإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالجمعية والحرص على ممتلكاتها. أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما يتعرض له الصحفيون الذين يتابعون مرتباتهم المتوقفة في عدن من المضايقات، وعنون موقع المشاهد نت: نقاط أمنية تصادر بطائق الصحفيين في عدن. وأضافت النقابة إنها تلقت بلاغات من صحفيين في عدن تم إجبارهم على مغادرة المدينة. وأشارت النقابة إلى أن النقاط الأمنية في الطريق التي تربط بين مدينتي لحج وتعز صادرت بطائق عدد من الصحفيين. وطالبت النقابة بإيقاف التصرفات والمضايقات ضد الصحفيين وتسليم بطائق الصحفيين ووثائقهم إلى مقر النقابة بعدن. وجددت النقابة رفضها لثقافة الكراهية والتحريض ضد الصحفيين والمدنيين. عن أفول مرحلة القاعدة في اليمن تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: ثلاثة عقود وصورة اليمن في الأعلام الدولي أنه وكر لتنظيم القاعدة وبلاده الفسيحة، وتتناسب هذه الصورة المنمطة التي كان يشتغل على إبرازها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح باحترافية وذكاء كبيرين مع اللعبة التي دأبت الولايات المتحدة على استخدامها منذ تسعينيات القرن الماضي مع أفول فزاعة إمبراطورية الشر السوفيتية وسقوطها وزوال خطر الاتحاد السوفيتي مع بداية التسعينيات، وهو ما دفع صانعي الاستراتيجية الأمريكية لصوغ استراتيجية جديدة لشد الداخل الأمريكي نحو عدو جديد متوهم وإيجاد مبررات لوجود قواتها وقواعدها العسكرية واستمرار هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط وبقية دول الإقليم. أدرك صالح تلك الرغبة الأمريكية مبكراً واشتغل عليها مستغلاً هذه الظروف لجلب مزيد من الدعم والمساعدة الأمريكية لتقوية نظامه والجيش اليمني. وهكذا غدا اليمن محط أنظار العالم باعتباره منبعاً للإرهاب ومعقلاً له، فيما الحقيقة أن اليمن لم يكن سوى ضحية لهذه الفكرة، ويدفع ضريبة ذلك كله من سمعته ومكانته ما أثر عليها سلباً بشكل كبير. وهي الفكرة التي استغلها أيضاً جيران اليمن جيداً لدفع التهمة عنهم وتحميل اليمن وزر الإرهاب كاملاً. وقد كشف ما جرى في اليمن طوال الخمس سنوات الماضية من الحرب بجلاء حجم أكذوبة فزاعة الجماعات الإرهابية وحجم التهويل والاستغلال الإعلامي والتوظيف السياسي لها. فمثلها حاول الحوثيون أن يستغلوا هذه الفزاعة للبحث عن مشروعية دولية لانقلابهم تحت غطاء محاربة الإرهاب. انكشف أن هذه الفزاعة ليست سوى ورقة سياسية سهلة الاستخدام من كل هذه الأطراف لضرب خصومها ووصمهم بالإرهاب لتسهيل مهمتها وجلب تعاطف المجتمع الدولي المتورطة بعض أطرافه في هذه اللعبة. قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عقب زيارتها إلى العاصمة المؤقتة عدن إن الشعب اليمني يستحق التزام العالم الخارجي، خصوصا مع وجود أكثر من 24 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وعنوان موقع المصدر أونلاين. بعد زيارتها إلى اليمن وزيرة الخارجية السويدية: لقد رأيت عواقب الحرب بنفسي.
وأكدت ليندي أن بلادها تتحمل مسؤولية الحل السلمي في اليمن من خلال عضويتها بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية ستوكهولم التي تعد خطوة مهمة في عملية السلام والتي استضافتها السويد في وقت سابق. وأضافت وزيرة الخارجية السويدية أن هناك خطرا كبيرا من تدهور الوضع في اليمن، منوهة إلى وجود قوى تعمل من أجل السلام، منها النسوة اللواتي كرسن حياتهن لأجل ذلك. وقالت ليندي: لقد رأيت عواقب الحرب بنفسي في عدن، هناك أشخاص يكافحون لمحاولة العيش حياة طبيعية، خاصة الأطفال في الشوارع الذين تركوا انطباعا قويا ومزاجا مربوطا بين الأمل واليأس. وتحدثت الوزيرة في منشورها عن زيارتها إلى السعودية ولقائها هناك بالرئيس اليمني ومسؤولين سعوديين، وكذلك زيارتها إلى الأردن ومناقشتها مع مسؤولي المنظمات المدنية والإنسانية كيفية تعزيز العمل الإنساني وكيف يمكن مواصلة مفاوضات السلام من خلال الأمم المتحدة. ينقل موقع الصحوة نت عن وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور علي الوليدي قوله: إن اليمن خال حتى اللحظة من أي إصابات بفيروس الوباء العالمي كورونا، وعنوان الموقع: الصحة تقول إنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع وصول كورونا. وأشار الوليدي إلى أن الخطر لا يزال محدقا في ظل استمرار تفشي الوباء، خصوصا بعد ظهور حالات مصابة في الدول العربية المجاورة. وذكر الوليدي أن وزارة الصحة أقدمت على اتخاذ إجراءات احترازية أخرى بالتعاون مع وزارة النقل في مطار عدن ومطار الريان، والمتمثلة بإنشاء وتجهيز غرف ومحاجر صحية لكشف الأفراد الوافدين لبلادنا عبر المنافذ الدولية. الاستبداد والوعي والجهل وأحوال الخوف. تحت هذا العنوان كتب الأكاديمي المصري سيف الدين عبد الفتاح مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم. والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف، ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخوف منه، لينكشف للإنسان ألا محل فيه للخوف منه. وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد امرؤ عاجز مثلهم، زال خوفهم منه وتقاضوا حقوقهم. والحاصل أن العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعا لغير منافعهم، وعند ذلك لا بد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال. وكم أجبرت الأمم بترقيها المستبد اللئيم على الترقي معها والانقلاب رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب ورئيس عادل يخشى الانتقام. قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزها والشرف وعظمته، والحقوق وكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما هي وظائفها، والرحمة وما هي لذاتها. والحصل أنه ما انتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين. عمل يومي شاق يستقطب أعدادا غفيرة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في اليمن، ممن وجدوا أنفسهم على رصيف البطالة وتقطعت بهم السبل بسبب الحرب الدائرة، وكانت هذه المهنة ملاذهم الأخير. فما هي وفقا للعرب الجديد؟ اليمن: جمع البلاستيك مهنة أنعشتها الحرب. وافتتح الأربعين حسان مهدي يومه بوضع خطة لثلاثة أبناء من أسرته للانتشار في الشوارع والحارات القريبة من سكنهم في شارع هايل شمال شرقية صنعاء، إذ يتجهون إلى مناطق محددة لتجميع المواد المعدنية والبلاستيكية ثم الذهاب بها إلى الورش والمعامل المتخصصة بإعادة تدويرها.
يقول مهدي الذي كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة للعرب الجديد إن الشركة التي كان يعمل بها قامت منذ 3 سنوات بتسريحه مع عدد كبير من الموظفين والعاملين فيها ولم يجد عملا في أي مكان، الأمر الذي اضطره لالتقاط رزقه من الشوارع والحارات والعمارات السكنية عبر البحث عن المواد والزجاجات المعدنية والبلاستيكية وتجميعها وبيعها ليشتري بثمنها طعاما لأسرته المكونة من 6 أفراد. العنف الذي نبذه المسلمون في الهند، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوموند الفرنسية افتتاحيتها التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس. بينما يصف ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه زعيم بارز ووعد بالتوقيع معه في يوم من الأيام على اتفاقية تجارية لا تصدق، إلا أن الغضب من القانون التمييزي ضد المسلمين الذي أقره رئيس الوزراء الهندي قد تحول إلى اشتباكات طائفية. وبينما حضرت ميلانيا ترامب درساً عن السعادة في إحدى المدارس يوم الثلاثاء، قامت جحافل من مثيري الشغب الهندوس المسلحين بالعصي أو السيوف أو المسدسات باقتحام المناطق الشمالية الشرقية الشعبية ذات الأغلبية المسلمة من العاصمة، فأحرقت المنازل ونهبت الشركات ورفعت العلم الهندوسي على أحد المساجد. أسفرت أعمال الشغب الأسوأ منذ عقود في نيودلهي عن مقتل 34 شخصاً وإصابة 330 آخرين. يستبعد القانون الذي أشعل النار في الهند في ديسمبر 2019 المسلمين من عملية تنظيم واكتساب الجنسية المفتوحة للاجئين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش، وبالتالي يهدد بتحول 200 مليون شخص إلى مواطني الدرجة الثانية، وهم يمثلون 14.2% من سكان البلاد. وقال دونالد ترامب: لقد سمعت عنها لكنني لم أناقشها، الأمر متروك للهند. وقد كان ترامب مشغولا بشكل خاص بإغراء صديقه العظيم ناريندرا مودي الذي تنظر إليه واشنطن كقوة موازنة للقوات الصينية. لقد انزلق الهند منذ فوز حزب الشعب الهندي بقيادة السيد مودي في عام 2014 نحو نظام غير ليبرالي يمارس قومية هندوسية متزايدة العدوانية وتهدد التعددية الدينية، وهو بالتأكيد في المقام الأول شأن هندي. يجب أن ندين بشدة صعود تعصب الدولة في بلد يستشهد به منذ فترة طويلة كمثال للديمقراطية وتنوعها. إن نبذ الهنود المسلمين ثالث أكبر مجتمع إسلامي في العالم لا ينتهك فقط وعد والد الاستقلال المهاتما غاندي، ولكنه يثير أيضاً شبح المواجهات بين المسلمين والهندوس التي تلت تقسيم الهند في عام 1947 وأسفرت عن مقتل ما بين 1 مليون إلى 2 مليون شخص ووقوع المذابح المعادية للمسلمين. وسط المخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي انتقل إلى عدة دول أخرى، بدأ التخلي عن بعض العادات لدى الرياضيين ضمن جهود الحد من انتشار الفيروس، وعنون موقع دي دبليو الألماني: خوفا من انتشار كورونا، عادة المصافحة بين الرياضيين تتراجع، حيث بدأ التوقف عن عادة المصافحة بين الرياضيين وكذلك إجراء المقابلات عن قرب ضمن مساعي الأندية والسلطات الرياضية للمشاركة في الاحتياطات الوقائية. وقال يوليان نيجلسمان المدير الفني لنادي ليبزيغ: لدينا سياسة للوقاية من كل أنواع الفيروسات، لدينا حظر على المصافحة بالأيدي ونحيي بعضنا البعض بالمرفق. وقال ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم: هناك عادات تتمثل في أن يصافح كل شخص الآخر عند اللقاء في كل صباح، وقد توقفنا عن ذلك بناء على نصيحة من الطبيب. أودى الفيروس بحياة نحو 2800 شخص حول العالم، كما أصيب أكثر من 80,000 من بينهم 19 حالة في بريطانيا. وقال بروس إن نادي نيوكاسل يتوخى الحذر بشكل هائل، واتخذ منظمو بطولة كأس العالم التزلج الألبي للسيدات إجراءات جديدة مطلع هذا الأسبوع خلال المنافسات في شمال إيطاليا، حيث إن التعليمات للصحفيين المعنيين بتغطية البطولة لم تقتصر فقط على عدم مصافحة الرياضيين، وإنما إلزامهم بالوقوف على مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أي رياضية خلال إجراء المقابلات الصحفية. اليوم 29 من فبراير، في هذا اليوم هناك بلد يتيح للنساء خطبة الرجال والتقدم بطلب الزواج منهم، وقد عنون موقع شبكة البي بي سي: سنة كبيسة،
اليوم الذي تتقدم فيه النساء بطلب الزواج. وقال الموقع إنه على الرغم من أن فكرة أن تتقدم المرأة بطلب الزواج من شخص مناسب لها ليست فكرة شائعة، إلا أن الأمر قد يحدث في بعض المجتمعات. وقد حدد الفولكلور الإيرلندي هذا اليوم من فبراير، والذي يأتي مرة كل 4 سنوات، كي تتقدم المرأة بطلب الزواج من الشخص الذي تريده. وفقا للموقع فإن هذا التقليد بدأ في إيرلندا في القرن الخامس، عندما انزعجت إحدى القديسات من التقاليد المتبعة، والتي كانت تفرض على النساء الانتظار طويلا حتى يقرر الرجال التقدم بطلب الزواج منهن. فشكت ذلك للقديس باتريك طالبة منه إيجاد حل للرجال الخجولين. وتقول الأسطورة إن القديس باتريك استجاب لذلك وأصدر مرسوما يقترح فيه على النساء أن يكون يوم 29 من شهر فبراير يومهن للتقدم بعروض الزواج لزوج المستقبل. وينص التقليد أيضا أنه على الرجل الذي يرفض الزواج من المرأة التي تتقدم له أن يهديها ثوبا مصنوعا من الحرير. فلتسقط جارة كندا، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في الغد مضيفا. للفنان الكبير الراحل ناجي العلي رسم كاريكاتيري يرفع فيه الكادح يافطة خطت عليه عبارة فلتسقط جارة كندا، ولهذا الرسم قصة. يقال أن السفارة الأمريكية في الكويت احتجت على رسومات ناجي التي اعتبرتها معادية، فقيل له خفف يا أبو خالد شوية ولا تجيب اسم أمريكا الله يهداك. ورسم ناجي دون أن يأتي على ذكر أمريكا بالاسم، لكنه ضمنها في رسمه بالتلميح دون التصريح. من المعروف أننا أمة بارعة تاريخياً في المجازات والإلمحات، وإياك أعني فاسمعي يا جارة، لكن الأهوال التي حطت على رأس العرب طالبتهم دائماً بالهبوط من ثريا المجاز إلى ثرى الواقع، وأصبح المجاز بتنويعاته منتقداً عند دعاة الواقعية الدنيوية. إنك حتى تتعامل مع هذا العالم يجب أن ترى الأشياء كما هي، وأن تسميها بأسمائها كما هي، والدعوة محقة. سوف تمر بك القطارات وتبقى في المحطة إذا ظللت تحلم ببساط الريح، لكن المجازات تتشبث بالخطاب العربي كجزء من الواقعية العربية وتعريفنا الخاص لما هو عملي. كثيراً جداً ما تكون لديك فكرة واضحة يمكن التعبير عنها بكلام مباشر دقيق الدلالة، لكنك إذا وصفتها كما هي ستعاني، فالصراحة ليست ممارسة محمودة على أي مستوى. بطبيعة الحال لا مكان في أنحائنا لشيء مثل قول الحقيقة في وجه السلطة، والسلطة هنا أكبر من الوطن العربي، من الأب في البيت والأستاذ في المدرسة والشيخ في الجامع إلى كل وأي مسؤول في الحكومة. وإذا كان ثمة شيء فالذهاب إلى ما ذهب إليه ناجي العلي العنيد والاستنجاد بالمجاز صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بقرينه. صور لصحيفة الجاردن البريطانية تحمل أحداثا مختلفة وثقها مصوروها من مختلف أنحاء العالم، نتابع. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا لهذا اليوم.
بهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.